بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بياض البيض يقدم فوائد كثيرة لبشرتنا، يساهم في معالجة مختلف أنواع مشاكل البشرة. ممكن اعتماد هذه الوصفات من ضمن روتينك للعناية اليومي، ويعتبر شيء مهم جدا لمن لديها مسامات في بشرتها. إذا تتبعت كل الخطوات بهذا الفيديو من مقشر وماسك، والأجمل من هذا صابونة بياض البيض والتي تعد حصرية لقناتي، المسامات ودعيها في 3 أيام فقط. كذلك الفوائد، هذه الوصفات تزيد بشرتك نضارة تلاحظينها من أول استعمال، لأن بياض البيض يحتوي على كمية عالية من الفيتامينات والمعادن تحتاجها بشرتنا. كذلك تساهم هذه الوصفات في تبييض بشرتك وتوحيد لونها وإزالة الإسمرار. كذلك تخفف لك من حب الشباب وتجنب ظهوره. كذلك تشد ترهلات البشرة، تخفف لك من ظهور التجاعيد، وهذا بفضل الفوسفور الذي يحتويه بياض البيض. كذلك هذه الوصفات تطهر بشرتك، تنظفها وتزيد بشرتك نضارة. أولا نأخذ بياض بيضة ونقوم بخفقها على شكل ثلجي. تخفق بياض البيضة بهذا الشكل. وأول وصفة نبدأ بها هي قلت المقشر. نأخذ 2 ملاعق صغيرة من السكر البني الأسمر. يمكن استعمال السكر الأبيض أو يمكن استعمال جوز هند مجروش، يكون مجروش ناعم. هذه هي البدائل. 2 ملاعق صغيرة من السكر، ونضيف عليها 2 ملاعق صغيرة من بياض البيض والمخفوق على شكل ثلجي قلت. نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض جيدا من أجل الحصول على مقشر بياض البيض. بالنسبة لصاحبات البشرة الدهنية والغير حساسة، نضيف 3 قطرات من عصير الليمون لهذا المقشر. نتحصل على مقشر ممتاز. نقوم بتقشير البشرة أولا به. هذا هو المقشر المتحصل عليه. نقشر البشرة بحركات دائرية خفيفة جدا، لا نقوم بخدش البشرة، لحوالي دقيقة أو دقيقتين فقط. وبعدها نقوم بشطف البشرة بماء فاتر، ونقوم بإعداد الماسك والذي مكوناته تحتوي على، نحتاج للزبادي الطبيعي أو اليوغورت، زبادي طبيعي يوغورت أو روبا أو دانون مسوس الياغورت، ويمكن استعمال الرايب كذلك. لدينا هنا ملعقة طعام كبيرة من الزبادي الطبيعي يوغورت، ونضيف عليها 2 ملاعق صغيرة من بياض البيض. يكون مخفوق بهذا الشكل، سواء بالخلاط الكهربائي، المضرب الكهربائي، أو حتى بالمضرب اليدوي. تخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض. دائما صاحبات البشرة الدهنية والغير حساسة، نضيف حوالي ملعقة شاي لهذا الماسك. ممتاز الماسك هذا بياض البيض لغلق المسامات والفوائد التي سبق وذكرتها. بعد عمل المقشر وشطفه وتجفيف البشرة، نقوم بمد هذا الماسك على كامل بشرة الوجه. لا ننسى الرقبة وبشرة الوجه بالكامل حتى منطقة حول العيون، ولكن نتجنب الحديث، الضحك أو أي حركة، لأن هذا الماسك يقوم بشد البشرة بقوة ومن أول استعمال. نتركه لنصف ساعة، وبعدها نقوم بشطف البشرة بماء بارد مباشرة، والترطيب كذلك ضروري بعد عمل الوصفات. لهذه الوصفات كلها ضروري ترطيب البشرة
وهذه الوصفات آمنة الاستعمال للحوامل والمرضعات وكل البنات ممن يعانون من المسامات وكل المشاكل التي ذكرتها من حب الشباب واسمرار البشرة من أشعة الشمس يمكنهم عملها وبكل أمان. صلاحية المقشر تدوم لمدة أسبوع كامل، يحفظ في الثلاجة ويمكن استعماله لكامل بشرة الوجه وحتى الجسم. وصلاحية الماسك كذلك تدوم لمدة أسبوع في الثلاجة، يجب حفظها في الثلاجة ولكن في إناء زجاجي يكون معقم حتى لا تفسد الخلطة وتؤثر أو تؤتي بآثار جانبية على بشرتنا. بالنسبة للصابونة هي رائعة جدا، قلت وهي حصرية، نتائجها ممتازة. إذا رغبت بعمل الصابونة فقط واستعمال فقط الصابونة والمداومات عليها يمكنك ذلك. نأخذ صابون الجليسرين إذا كان متوفر، غير متوفر صابون الجليسرين أنصحك باستخدام أي نوع صابون يناسب بشرتك، ممكن صابون الدوف أو صابونة الأطفال أو صابون زيت الزيتون، صابون الغار، يمكن استعمال حتى صابون الطرف أو صابون الوزير أو صابون الطاووس في هذه الوصفة، ولكن حسب نوع البشرة. إذا كانت جافة جدا أنصح بصابون الجليسرين أو صابونة الدوف لأن ربعها كريم مرطب. نأخذ إناء ونضع عليه ملعقة طعام كبيرة من مبشور الصابونة، ونضع عليها ربع كوب من الماء يكون مغلي. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض إلى أن يذوب الصابون نهائيا، نتركه من ساعة إلى ساعتين، وبعد مرور الساعتين نتحصل على هذه الصابونة تكون جامدة. ونأخذ المتبقي من بياض البيض، نضع الصابون على بياض البيض ونقوم بخفق المكونات مع بعضها جيدا بالخفاق الكهربائي، يفضل الخفاق الكهربائي أو اليدوي. ونتحصل بعد خفق المكونات نتحصل على هذه الصابونة الرائعة، صابونة بياض البيض. يمكننا حفظها في برطمان من زجاج واستخدامها ووضعها في الثلاجة واستخدامها بشكل يومي لغسل البشرة بها، كما يمكنك حفظها في قوالب الثلج. نضع قوالب الثلج، نملأ قوالب الثلج بالصابون ونضعها في المجمد صالحة الاستخدام لمدة 3 أشهر. في المجمد تطول مدة الاستخدام إذا وضعناها في قوالب مثل هذه القوالب أو أي قوالب متوفرة عندك، أو يمكن حفظها في برطمان من زجاج في باب الثلاجة فقط صالحة الاستخدام لمدة أسبوعين. نستخدمها أسبوعين فقط، خذي الكمية التي تحتاجينها لغسل بشرتك حتى لا تفسد الوصفة، لا تخرجيها من الثلاجة، فقط خذي الكمية التي تحتاجينها. نضع هذه الصابونات عفوا في المجمد، وبعدها نتحصل عليها بهذا الشكل، صابونة بياض البيض. يمكن استخدامها بدون الوصفات إذا كانت البشرة تحتاج للنضارة أو تبييض البشرة أو كذلك التخفيف من حب الشباب. فقد قلت لمن لديها مسامات مفتوحة أنصحها كامل هذا الروتين من أجل الحصول على نتائج مرضية وفي 3 أيام فقط. يمكن للحوامل استخدام وصفة الصابونة ببياض البيض، آمنة وليست لها أي أعراض جانبية، كذلك للمرضعات يمكن استخدامها، كذلك يمكن استخدامها للشباب لمن لديهم حب الشباب وأثار حب الشباب أو توحيد لون البشرة أو أي مشاكل مما ذكرتها سابقا، هي آمنة وليست لها أي أعراض جانبية.
بالنسبة للنصيحة الأخيرة، وصفات بياض البيض قبل استخدامها، يجب الانتباه إلى بعض المحاذير والمخاطر المحتملة. قد يتسبب بياض البيض بنوع من الحساسية للوجه عند استخدامه، لذا أولاً أفضل عمل اختبار تحسس بوضع طبقة خفيفة من الماسك أو حتى المقشر وتقشير منطقة أسفل الذقن به وتركها لمدة ربع ساعة مثلا، أو حتى ظاهر الكف أو قلت أسفل الذقن أو خلف الأذن. إذا لم يحدث أي تحسس يمكن مباشرة عمل هذه الوصفات، ونتجنب استخدام وصفات بياض البيض على بشرة الأطفال الرضع، نتجنبها نهائيا. كذلك علينا كذلك يجب غسل اليدين جيدا أو وضع قفازة طبية قبل وبعد التعامل مع البيض لعمل الماسكات هذه أو المذكورة أو حتى أي ماسكات أخرى. كذلك نتجنب ملامسة وصفات بياض البيض للجروح المفتوحة أو الخدوش، نتجنبها تماما. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.